نيجي بعد كده للبكتوراليس ماينور ماسل، واللي موجودة أسفل البكتوراليس ميجور ماسل في الجزء العلوي من الصدر. والبكتوراليس ماينور ماسل عضلة مثلثة الشكل لها 3 رؤوس، بحيث إن الأوريجين الخاص بيها هو السطح الأمامي للضلع الثالث والرابع والخامس، والإنسيرشن بالنسبة للبكتوراليس ماينور ماسل هو الكروكويد بروسيس أوف ذا سكابولا. ودور البكتوراليس ماينور ماسل هو ضغط الاسكابولا لأسفل وللداخل مع رفع الضلوع.